أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: ما حكم أن أدفع كفارة اليمين مالا إلى الجمعية الخيرية فتخرج الكفارة وتتصرف بالمبلغ الباقي؟ العبادات المالية يتولاها الإنسان بنفسه، لأن ما تبرأ ذمته إلا إذا وضعها في المواضع الشرعية، والجمعية ما يتقيدون بهذا الأمر، يأخذونها ويجعلونها مع غيرها ولا يهتمون بها مثل اهتمام صاحبها. فالعبادات المالية من زكاة وكفارات ونذور وأضاحي وعقيقة، هذه تولاها من شرعت في حقه وينفذها، أو يوكل وكيل موثوق يقوم بتنفيذها. أما دفعها للجمعيات، الجمعيات ما هو بالقائم عليها واحد، القائم عليها جماعات، ولا يدرى عن تنفيذهم لهذه الأمور. فلا تبرأ ذمتك إلا باليقين، إما أنك أنت نفذتها أو نفذها وكيلك الذي تثق منه في وقتها وفي مكانها المخصص. ألا تتساهلوا بالعبادات إلى هذا الحد، يغلب عليكم الكسل تدفعونها للجمعيات. تبرعات لا بأس، ادفعوا للجمعيات التبرعات والأشياء اللي ما هي بعبادات واجبة مفروضة، بل هي عبادات مستحبة، ادفعوها للجمعية ما في بأس، لأنها إن تقدمت أو تأخرت لا يضر هذا. نعم، لكن هذه العبادات المحددة بمواقيت وأمكنة، هذه ما تبرأ الذمة بدفعها للجمعية. نعم.